مرحبا برابا بارك الله عليكم. مرحبا بكم واحد واحد. أنا غنتكلم على أسماءكم واحد واحد إن شاء الله. ما شاء الله عليكم، هذه الحلقة بدأت مفرفشة وبدأت نايضة كيف ما كنقولوا، إن شاء الله تكون هكا الحلقة كاملة. تبارك الله عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حباب رباب. حبابي اليوم واحد جوج الأصوات في التراث الشعبي، أنا شخصيا كنحماق عليهم لأنهم بصموا بلاصتهم في الدومين بزاف ديال الثقة وبزاف ديال الفن. رحبوا معايا طبعا بسيدي أحمد البيضاوي طبعا وسيدي مصطفى الميرس. نهار كبير هذا، الله يكبر بك. نهار كبير، نهار كبير سي مصطفى. شكرا على الاستضافة وشكرا على هذه الدعوة، وكنتمنى ان شاء الله تدوز هاد الجلسه زوينه ان شاء الله، بوجودكم بوجود تكون جميله ان شاء الله وبالنجاح ان شاء الله يا ربي. سيدي احمد، الدور ديالي كان، انا جد سعيد انني موجود معكم وفي هذا البرنامج الشيق، وانا من الناس اللي متبعين هذا البرنامج كيعجبني وكنتفرج فيه. الله يبارك فيك، ونطلب من الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا عند احسن الجمهور. الله يبارك فيك، ونهار كبير هذا اللي نورتوني. انا ما كرهتش تكلموا لي على الموسيقيين ضيوفي اليوم واحد واحد. الموسيقيين كاين سي كريم في الأورك، هو غني التعريف، والعازف نمبر وان حميد مستور، وكذلك عبد الصمد. عبد الصمد ولا ولد الدار، داز معايا شحال من مرات تبارك الله عليه. رشيد، رشيد كذلك، ولطفي. مرحبا بكم، نهار كبير هذا، نهار كبير هذا. وطبعا معنا في الكورال احمد الشتيوي، طبعا دابا شويه غادي تفضل معنا. نهار كبير هذا كيف ما قلت، وهذه الحلقه هذه كنشم فيها ريحه النشاط وريحه التراث وريحه المغرب. ما نطولش على المشاهدين اكثر، نخليهم يتعرفوا عليكم اكثر من خلال البورتري. مشاهدينا خليكم مع البورتري ديال ضيوفي ونرجع لكم. ضيفنا لهذا الحلقة هو الفنان الوردي المصطفى، المعروف بلقب الميلس، من مواليد مدينة الدار البيضاء. شغفه بالميدان الفني بدأ وهو صغير، والتعرف بصوته القوي وإتقانه الآلة الكمان. من بين الأشياء اللي خلات ضيف ديالنا يعرفوا الجمهور المغربي هو مروره في برنامج سهرة لكم ونجوم الأولى على القنوات المغربية. لقى ضيفنا مساندة كبيرة في بدايات ديالو من طرف فنانين كبار من بينهم المغاري وفاطمة بنت الحسين. من بعد هذا المشوار قدر المصطفى الوردي يدير أول عمل ديالو كمغني سنة 1995، وهو عبارة على أغنية نوت كلم القاضي. أما العمل اللي اعطى انتشار أكبر لضيفنا هو أغنية شفت صورتي في البيت سنة 2018، وهي آخر عمل ليه. ضيفنا كان المسار ديالو الفني حافل بالأعمال اللي لقات صدى زوين عند المتابعين ديالو، وقدر من خلالهم يفرض نفسه في الساحة الفنية المغربية. ضيفنا لهذه الحلقة هو الفنان عبد الكامل أحمد البوهادي، المعروف بلقب أحمد البيضاوي، من مواليد مدينة الدار البيضاء. أول من اكتشف موهب ضيفنا وساندو هما مجموعة ولاد البوعزاوي في الفترة اللي اشتغل معهم. شغفه بالميدان الفني بدأ أيام الدراسة بالسلك الثانوي، وتعرف بأدائه الفن الموشحات، وكانت هذه أول خطوة خلاته يكشف على الموهبة دياله. أول برنامج غيخلي الضيف ديالنا يعرفوا الجمهور المغربي هو مروره في سهرة على قناة مغربية بعنوان أمسية سنة 1995، وليالي رمضانية، اللي قدر من خلالهم ضيفنا يفرق
يفرض الوجود ديالو في الساحة الفنية. من بعد هذا المشوار قدر أحمد البيضاوي يدير أول عمل ديالو كمغني سنة 1991، وهو عبارة على كشكول غنائي مع الشيخة عيدة العبدية بعنوان مولاي عبد الله والعدو يا العدو. أما العمل اللي اعطى انتشار أكبر لضيفنا هو الساكن اللي حمل اسم بن حسين، ومن ثم كانت انطلاقة مجموعة رفاقة العلام اللي قدموا أعمال فنية كثيرة. أما بالنسبة لآخر عمل ليه كان سنة 2015 اللي حمل اسم اللي بغى حبيبه. ضيفنا كان المسار ديالو الفني حافل بالأعمال اللي لقات صدى زوين عند المتابعين ديالو، وقدر يحقق من خلالهم انتشار واسع عند الجمهور المغربي. تبارك الله عليكم. طبعا اختصرنا ولو القليل من مسار الفني الحافل واللي بديته ما شاء الله في حد السن صغار وتقاتلتوا باش تكونوا في الدومين. بغيت نتكلم معك سلميز على بداياتك مثلا في الطفولة، كيفاش شدك هذا الفن الشعبي والعيوط، وكيفاش اكتشفتي الموهبة ديالك؟ شكرا. هي بالنسبة للفن والصغر ديالي، اي انسان كيكون موهوب شي حاجه كتكون من الصغر ديالي. انا من الطفوله ديالي كنحب هذا الفن الشعبي، وراه ملي كنت كنقرا كاع في الجامعه انا كاع كنسالي القرايه وتنغني. السن مثلا ديالك تقريبا شي 6 سنين. تبارك الله. 6 سنوات. وشداتك العيطه اول مره ولا شنو شدك؟ من الاول ديالي ما علمني حتى شي واحد. سبحان الله، داك الشيء اللي عطاني الله في الاول ديالي، في الفطره ديالي بديت كنغني والصوت من الاول. والعائله كانوا معاك؟ كان العمر العائله ما كيبغيوش هذا الدومين، هذا كيخافوا حيت دومين شويه كيخافوا منه الناس، واخا هو مزيان ورا دومين مزيان ولكن العائله كيخافوا. احنا رحنا محافظين وما تيبغيوش، ولكن حنا كنستمروا. تبارك الله عليك، انت بينتي لهم باللي يعني انا غنشق هذا المسار، لكن غتكونوا فخورين بيا. بطبيعة الحال. تبارك الله. من بعد ولاو فخورين. طبعا طبعا طبعا. وسي أحمد البيضاوي، كيفاش كانت البدايات والاكتشافات؟ كانت البدايات ديالنا بطبيعة الحال بحكم كنتمي لمدينة دكالة. كتعرفي العراسات ديال دكالة في الثمانينات والسبعينات. فين انت في دكالة؟ أنا ولد بنيفو. بنيفو. واه. كانت هذيك الساعة كانت المرحومة فاطمة الحسين. الله هي اللي كانت كدير يعني الحفل. حنا ديك الساعه باقيين صغار وبدينا بحال كتقولي يعني كتروى بلا ما تعرف. يعني تمدرسوا على يد فاطمه بنت حسين المرحومه في هذا النهار هذا. وفاش غادا تسقل الموهبه بعد ما كنت في ديك الساعه كنقرا في سانكيماني، كيديروا دوك المشاحات كانوا كيديروا. تعزلت من دوك الدراري، كنت كنطبل غير في سميزو، تعزلت من دوك الدراري وديت كنسمع راه الصوت عندك مزيان، هادي صافي. من بعد من تما يعني على كبر؟ لا تقريبا تكون واحد 14 عام ولا 15 عام بحال هكاك، ولكن الحمد لله من بعد التحقت بالسي حميد نسور، كوننا المجموعه ديالنا اللي هي معروفه الناس ديال التسعينات طبعا راه كيعرفوا مجموعه رفاقة الاعلام. كلنا كنعرفوا، المغرب كله كيعرف رفاقة الاعلام، ماشي غير ولاد التسعينات حتى ولاد الألفين. الحمد لله اللي كان من المؤسسين ديالها اللي ما يمكنش ننساو في هذا البرنامج، وكنطلبوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله. الدغمه اسماعيل اللي ما قدرناش يحضر معنا اليوم، واسماعيل والوليدات اللي كانوا معنا، وفعلا من تما بقات عندنا، سجلنا اول البوم ديالنا وبدات انطلاقه من تما ان شاء الله، والحمد لله كان داكشي. الله عليك. يعني انت قلتي باللي يعني بديتي بالمشاحات وهادشي في المدرسه، هكا اكتشفتي صوتك، كيفاش جا اختيارك لهذا الفن الشعبي ولا يعني التراث بصفه عامه؟ التراث واحد النهار كنت تفاجات بواحد المجموعه كانت عندنا في الحومه ديالنا اللي كان كيتراسها سهيل احمد، هو دابا بحال كنبلغوا ليه السلام من هنا، تحيه كبيره ليه. اول مره سمعت هذاك الشيء، انا كنت كنغني هذاك الشيء ديال المشاهب والجلجلاله وهذه، ولكن ملي سمعت هذاك وانا قلت ديجا في الصغر ديالي في العراسات وهذه كنا كنسمعوا فاطمة الحسين، وكانت بالنسبه لك ليدول، وكان هذاك الوقت كانت السهره لا بليبار ديال السهرات كانت كتجي فيهم فاطمة الحسين. واول حاجه بدات كتثيرني فيها هي مولاي عبد الله، ملي سمعت بهذاك الحس وهذاك سميتو بديت كنحس بواحد الاحساس غريب في شكل. تشبعتي. من تما انطلقت المسيره. تحت واحد السيد مسكين الله يرحمه حتى هو سميتو البركاويه، هو اللي دعمنا بالكاسيط ودعمنا بهذاك الشيء بهذا العيوط هذو، ولقيت راسي كنحفظ بشويه حتى طلقت حميد نسور كي قلت لك.
درنا المجموعة ديالنا اللي يرفعت الإعلام، وكان أول ألبوم ديالنا واقيلا في 93 كعامين سجلنا أول ألبوم ديالنا، كانت معنا عيدة العبدية ولقى إقبال الحمد لله، ومن ثم مشات المسيرة ديال رفعت الإعلام إلى يومنا هذا. تبارك الله عليكم، وتحية كبيرة للشيخة عايدة. أنا شوف ما غنزيدش نهضر أكثر لأن متشوقة نسمعكم، ما عرفتش بمن غنبدا. أنا قلت نبدا بأقدامنا أستاذنا سيدي مصطفى الميس، شنو تقدم؟ غادي ندير واحد ديسك عندي جديد ديال شفت صورتي في البيت تمعنت فيها وبكيت وقلت يا ريت يعود الشباب يا ريت. لهلا يبكيك. طبعا نشوف الرفيق ديالك السي أحمد الشتيوي. مرحبا بك، تفضل معنا. تحية لخويا كريم ومستور وعبد الصمد ورشيد النوري وعبد الطيف ومروان لطفي مروان داوديات.
الله 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 تبارك الله وصلى النبي تبارك الله على الفرقه الموسيقيه تبارك الله عليك سلميلس. انت صوتك حبس في 18 عام. الله اكبر. سوبرانو ما بقاش بغى يتحرك. تبارك الله وصلى النبي واللهم بارك. الله ما شاء الله عليك ما شاء شكرا الله عليك. شكرا تبارك شكرا. الله عليك تبارك شكرا. الله عليك سي احمد البيضاوي طبعا تكلمنا على البدايات ديالك وكيفاش انتقلتي من موشحات الفن العيطة. إلا قلنا اليوم مثلا شكون اللي كتشوف بلي المسار ديالو ما كرهتيش كون دوزتي بحاله مثلا؟ ربما بشعيب البيضاوي. بشعيب البيضاوي نعم. الله يعني من هنا جات جات كيف قلت لك أنا قبيلك إحنا كنا طرح لنا على فترة الحسين السمية البيضاوي جات من حبك للفنان الراحل بشعيب البيضاوي. جات ولكن ما اكتشفتها مؤخرا تقريبا حتى تقريبا 2013-2014 لما التحقت بالمجموعة الرائدة الكبيرة اللي كنا في المغرب أولاد بوعزاوي. طبعا دوزتي معهم دوز معهم واحد الفترة الحمد لله وسي خالد دائما كان كيمدينا اليد هذا كان وتشبعتي منهم كذلك شبعت منهم الحمد لله ولقيت روحي في العيطة البيضاوية. يا سلام. وذلك كان ويعني شحال تقريبا المدة وانت مع الفرقة ديال خالد؟ ربما واحد ثلاث سنوات وخدمت معهم وكانت دازت شحال نقول لك من أروع. انا كنشوف باللي الفن العيطه بالضبط مثلا ما يمكنش تعلم من شي شيخ لما جلستي معاه ودوزتي معاه وعاود لك شنو داز فاش كان هو كيتعلم الطبيعه ديالو الطبيعه ديالو الطابع وكيفاش يهضر كيفاش الطريقه باش كيهضر وكيفاش كيعيش ما كيتلخصش شباب هذاك الشيء غير في العزف او في الاداء. هذاك الشيء علاش قلت لك خاص تكون معاه مده طويله يعني باش غادي تشيخ مع واحد الشيخ كيفاش كنقولوا حنا كتعيش معاه حياته كامله حتى التصرفات ديالو حتى سميته يعني كتولي بحال كتقولي كولي كوبي بزاف الحوايج من طبيعه الحال كاين الحوايج هكا وكاين الحوايج هكا. المهم كتقول الانسان كيشي تيروى من شي كيتشيخ على شي ميه غاديه مساله الفن موروث من واحد لواحد من واحد لواحد ما كتفركش عند واحد تبارك الله كتكون غير. وسيدي انا يعني هاد السنين كامله اللي دوزتي في هاد المجال واللي تحفتي بها المغاربه كذلك بغينا نسمعوا شي حويجه من اختياراتك. كيبالي انا الحاجة اللي كتعجبني بزاف نسمعها بزاف أكثر هي خربوش. هي خربوش ياك. خربوشة الشيخة العيون.
سلام يا سلام يا سلام، تبارك الله عليك سيدي احمد البيضاوي فنان ما شاء الله، وتبارك الله على الفرقه الموسيقيه، اشهد الجمال عندنا في التراث الحمد لله، اشهد الايقاعات واشهد الميازن واشهد الالغاز، الحلاوه الحلاوه ديال الطراب ديال الفن. انا الامنيه ديالي والله العظيم الا كنتمنى من الله، وهذا يعني الناس المسؤولين، كنتمنى نشوف هاد الحيطه في البارتيسيون، كنتمنى نشوف عرفتي دخلت البارتيسيون، تخيليها بواحد الجوق بالبارتيسيون كبير، عرفتي ماشي ماشي شي حاجه صعيبه، ماشي شي حاجه صعيبه. الاصل ديالنا خاصو الشباب اللي طالع دابا خاصو يعرفوا، حيت هذا هو الاصل ديالنا، هذه هي البدايه ديال جدودنا، هذا هو التراث المغربي الاصيل، هذا هو الطرب ديالهم في المناسبات في جميع المواضيع، في وقت استعمار وقت كل شيء كانوا كيتغنى بهذا الشيء، كانوا كيديروا رساله. هاد الدراري دابا كيمشيو مع هذا الشيء ديال الغربي، وحتى واش حنايا واش الامريكان عندهم هاد العيطه، هادوك عندهم شغل، عندهم تراثهم، عندهم شغل، خاص هاد الاطفال ديالنا اللي طالعين دابا خاصهم يكونوا عارفين هاد الشيء. واش غابيني وبينك كاين شي مغربي فيه الدم مغربي ما يحركوش هاد الجمال هذا؟ ما كاينش، لا ما كاينش، لا بغيتي تعرف المغربي حرك ليه الشعبي راه غير خايف زاد ما عرفتش فين ما مشى الدم، يسمع يسمع هاد العيطه غتحرك فيه شي حاجه. الاصل ديالنا طبعا 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 سي مصطفى الميلس، انا عارفك عازف على الكمان و تعلمت من مستور ياك صافي هادشي دابا ما بقاش مستور، عرفنا منين تعلمتي. الشيخ ديالي داك الشيخ ديالي تبارك الله عليك سي مستور، كان عزف الاله وفي الاول ديالك ندير البندير وكذا يعني الاله، حتى مؤخرا عاد شويه وليت كنديرها بحكم كنخرج لبرا للطاليان واوروبا، ماشي دائما كتلقى ما كتلقاش شي واحد في كتافك بحال المستور اللي غادي يحمر الوجه ويشبعك. فوالا وقلت انا اللهم ضرب ديك البركه ديالك وكتكون زوينه مع صوتك، يا سلام ما زايده ما ناقصه، تبارك الله عليك كتجيبها قد قد. تبارك الله عليك. وانا كنت كنشوف ملي كان السي احمد كيغني انت راك شاد الميزان مع راسك، انا دوزنا بزاف ديال المجموعات ديال طبعا طبعا نعيم الخوضه بزاف انا شخصيا شي جيت وتشهرت دوزنا المجموعات بزاف. انا شخصيا انا جد سعيد بانني موجود مع القارة. شكرا اخو الله، انا بالنسبه لي والله الا كان شي كريم هي ديزالي بالنسبه لي ان نكون بجنب هذا سيدي الطراب ديال جميع الفنانين. اي فنان انا كيكون تكميله ليا. الله يبارك فيك وتبارك الله على هذه الروح الجميله ديالك وعلى هذا الفن ديالكم وعلى هذه الحلقه الزوينه هذه اللي بوجودك اللي منوره منوره بالروح الزوينه وبال شداء تي في شداء تي في ان شاء الله ورباب مع الحباب انتم حبابي وصحابي واساتذتي وكل شيء تبارك الله عليكم. ما نساوش الاستاذ بشعيب جديد كانوا جوه تحيه كبيره الروح ديالنا هذاك الفنان الكبير. الله يبارك فيك شكرا لك شكرا، وراه غنوصل ليه الرساله ديالك. ضروري ضروري غنوصل له الرساله ديالك. الله يبارك فيك. دونك يعني الاله كانت جات من بعد من بعد هي ما هي من قديم كنعزف غير انا ما كنتش كنبغي نتفرغ ليها وراء العازف كيعرف حيت العزف والغناء كتكون شويه صعيبه تعذب ما كتاخذش ديك الراحه ديالك وكتولي خصك تمشي عقلك مع العازف وتبدا تفكر المواضيع والمواضيع والالحان والزيادات ما كتصعب شويه صحيح صحيح. ولكن ملي كدير معك عازف بحال الاستاذ مستور كتفرغ الاداء كتفرغ الاداء صافي كتكون عندك طريق معبد صافي كتبقاش تفكر نشات العازف. اشوف انا غنخرج منكم القديم والجديد. مرحبا. قبيله درنا واحد العيطه وقلنا نديروها ما نديروهاش، اش بان لكم انا نورمالمون خصني نغني شي حاجه بوحدي ولكن ما نغنيش بوحدي، نغنيو كاملين وانا ندير معكم ديك البركه. شتي هذا الفن فيه البركه غنديروا البركه، نديروا حاجه في كريني، نديروا حاجه نديروا حاجه نديروا حاجه. فوالا هي راه اصلها هي مغربيه هذه ديال بصح هذه هذه هذه. تفضل يا استاذ مستور. Yeah.
ساقي وساقي وخذ الكاس أما يكون ناس أنا بأس صاحب عودو ويلي انتو بالمناسبة امونو عاد في الغرب
تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. شو انا كنموت على العيطه ولكن راه ما نقدرش نغني حداكم حتى بابا فاش كيكون كيدير العيطه انا كنستمتع وكان حافظه شكلي ما كنقولها ما حافظهاش كنتخزن من طبيعه الحال اللي تيمارس الحاجه هو اللي تيعرف ليها تبارك الله كيكون كياخذ كيصور. تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله على الفرقه الموسيقيه ما شاء الله عليكم وعلى هذه الحلقه الجميله. غنمشي واحد الفاصل وغنرجع. داكور مرحبا مشاهدينا خليكم دائما في حباب رباب على شادة تيجي تلقاو بعد الفاصل. مرحبا برباب مرحبا برباب ورجعنا لكم مشاهدينا ودائما في حباب رباب ومعايا ضيوفي ماشي جوج معايا بزاف ديال الضيوف تبارك الله عليكم كاملين وتبارك الله على سي مصطفى الميلس وسي احمد البيضاوي. انا بغيت غير نسولك منين جات الميلس انت مصطفى الوردي كيفاش جات الكنيه ديالي الوردي مصطفى هاد الميلس هذه عندها قصه هادي عاودها لي واخا نجبد واحد الفنان جبدني مرحبا انا راه هذيك الساعه كنت باقي كنخدم مع السيتي عبد العزيز حنا باقي ندير السلطان وهو كان داير الموسطاج قبل ما يحيدوا دابا وهذيك الساعه كان كنكرط كنحيد الموسطاج كنكرط هو يشوفني مع باقي الشعر ديالي كحل وكيشوف كنبان لي زوين هو شاف فيا يقول لي ويقول لي كيملس ملي سماني هذا الميلس بقى كيقول لي الميلس بقات الميلس انا ملي بديت كنغني وتشهرت وسميت وانا قالوا لي اش غدير اسمي قلت لهم ديروا لي الميلس
يا سلام صافي علاش غنبقاو يا سلام عزيز كان نبغي نبلغ ليه التحيه من هذا المنبر ديالكم. تحيه كبيره للفنان والصديق سيدي خونا وحبيبنا ماشي صاحبنا عبد العزيز الساتي فنان وهرم طبعا. شحال الناس بديتي معاهم وشحال الفراقي؟ وعاود لي انا هذا الشيء السنين كامله بزاف تبارك الله. انا خدمت مع امين ود المغاري الله يرحمه، مع فضل الحوسي الله يرحمه، مع صالح المزابي الله يرحمه، مع نعيمة الخوضة خدمت مع الكوباستا الله يرحمها، هادو بيضاور والمغاري راه عارفين وشلحوا وعاد داكشي اللي ديال لي ديطاي ما نهضروش عليه. داك الحفالي اللي كتكون مخزونه تبارك الله عليك ودرتي جوالات كذلك ويعني كيفاش دار الاقبال على الناس والشراهه مع الجاليه المغربيه؟ الجاليه المغربيه كان نبلغ لهم التحيه من هذا المنبر، إلا كان الفنان زوين وعنده ما يدار كيقبلوه بصراحة. لكن كتحسوا بواحد العطش عندهم بطبيعة الحال ولكن خصك تكون فنان، خصك تعطيهم داك الشيء اللي باغي ترويهم فوالا. وكانوا عندي جولات بزاف، كان عندي في فرنسا في طاليان بلجيكا في سبليون، يعني كانوا جولات كتار قبل ما تجي هذيك المصيبة ديال ديك الجائحة هذيك. ساكت كنمشي ما شاء الله. وكتدي معك الفرقه ديالك كامله ولا كتمشي وكتبقى الفرقه؟ صعيب باش تديها لاوروبا، خاصك ليها الفيزا، خاصك ليها ليبيه ديال الطياره بزاف، خاص المسكن كيكونوا الدراري تما كيكونوا في طاليان فنانين. حنا ما كرهناش نديو هادو، ولكن ملي هادو كتصعب الفيزا بعدا دابا حتى السيد اللي كياخذ فيزا نورمال حتى المناجير اللي غيديك حتى هو كتنقص عليه بزاف الحوايج مصاريفه. صحيح راه ما يمكنش غادي المصاريف كثيره. صحيح وكنمشي بوحدي كنبقى تما الدراري كيخدموا معايا. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. وسيدي احمد البيضاوي، يعني السميه قلتي جات من بوشعيب البيضاوي. شعيب البيضاوي النمط البيضاوي العيطه. وانا كنشم فيك ريحه المرساوي من الباب ما شاء الله يعني الحب ديالك المرساوي جاء مع الاحتكاك ديالك بالفنانين اللي كيديروا المرساوي العيطه. نعم كيف سالب ذكر كيف قلت لك قبل، يعني انا عكس مصطفى، يعني مصطفى كان عنده مراحل كثيره مع الشيوخ. انا من حسن الحظ ديالي انني تحت مع حميد نسور وكوننا فرقه وبقات هذيك الفرقه متماسكه تقريبا واحد 34 سنه ولا اكثر. شحال الناس اللي بقيتوا متماسكين في الفرقه؟ هما دابا قدام كاين لطفي وكاين نوري وكاين عبد الصمد الضحاك وكاين حميد نسور. ومن هذا المنبر كندعيو للشفاء السماعين اللي هو اللي كان عازف الدربوكه هو اللي مؤطر. والشكر الخاص الى كان ممكن طبعا الشكر الخاص للجاليه المغربيه اللي حقيقه ساندوا خويا سماعين بزاف وبعض الفنانه اللي واحد بين قوسين سماعين عنده واحد الخير ما نقولش لك على واحد النسبه قليله ديال الفنانه على جميع الفنانين اللي كاينين. ما كاينش شي واحد ما كاينش شي واحد كاين اللي اسماعيل هو اللي هزو دخلوا للاستوديو هو وحميد السور. لا من شيخات لا من سميتو لا من بزاف لا ما نذكر الاسامي بلا سميتو. ومن ثم كيف قلت لك انا مع العكس ديال مصطفى، يعني تلاقينا هاد المجموعه بقينا متماسكين الى يومنا هذا الحمد لله. كيف كنقولوا والتجربه الثانيه اللي كانت عندي هي مع ولاد البعزاوي الفرقه الثانيه الوحيده اللي كانت عندي من بين الدراري ديالي. ولا سولتك شنو السر في هذا التماسك ديال الفرقه ديالك؟ شنو تقول؟ حنا كنا اكثر من فرقه موسيقيه عاديه مثلا كنا حنا لا فامي كامله كنتم خاوين ولادنا دابا كيعرفوا بعضياتهم وعائلتنا كيعرفوا بعضياتهم وحنا عائله يمكن كنشوفوا حنا اكثر من العائلات كاع. واليوم هذا حنا بقينا كنتماسكوا بعضياتنا وكنهضروا بعضياتنا وهذا اكبر دليل. وكيكون غالبا داك التفكك ديال الفرق مادي كنظن هي اشياء اخرى ماده واشياء كتلعب الماده وكتلعب اشياء ولكن عندك الحق. يعني شوفي الظروف الخطرات كتفرق بلا ما تشعر. صحيح كاين المخلويدين. انا راه واحد الوقيته راه فعلا راه قلت لك قبيله اللحظه اللي كنا احنا مجموعين ملي تفرقنا بحال كتقولي جاتني انا بعدا شخصيا جاتني صعيبه بزاف غادي تدخل في اكتئاب لان هاد الناس راه ما بقاوش غير الناس كتشوفهم يوميا ولا كتخدم معاهم يوميا. جاتني صعيبه بزاف عرفتي باش ريكيبيريت وباش رجعت كي قلت لك كان الفضل لخالد بوعزاوي هو اللي ربنا هذيك الساعه باش تلاقيت
حبست تقريبا واحد 65 حبس صافي. هربت على المجال ديالي. شنو كنتي كدير في هذا الوقت؟ اتجهت للسياقه، كنت سوق قلت لك سكت الطاكسي، سكت الطوبيس. برافو. دابا كنشتغل في ديال المدرسه. برافو عليك. يعني حيت كيف قلت لك انا الفرقه اللي كنا متماسكين بها مجموعين بها ملي تفركات صعب عليا، ولا باش غادي يعوض لك واحد مستور راه ما يمكنش. ولاو كيجيو الوليدات كولانجيا، وبعد كاينين بعض الدراري دابا كيجي كيتعلم معك اسبوع شهر شهرين غير كيشدوك اباجديات ديال العيطه كيمشي. كيجي فنان كبير كيديه بلا ما نذكر الاسامي، كيجي كيديه كنطيح حتى نتخبط في داك المشكل. بقيت واحد الوقيته صافي وانا ما بقيتش كتصور دابا. يعني بحال انت كترود وكيجي واحد كيديه دابا في الحريفيه. شنو كيقولوا؟ كيقول لك حميد مستور ولا كيروض المغنيين ديال العيطه، وحمد كيروض الكومانجيه ديال العيطه. ولا اللي يخدم معاك في شهرين 3 شهور 4 شهور هاكا يشد شويه القاعده تيقول لك شكرا مشى. ودابا حاليا الحمد لله اللي كيعجبني ما كيبقاش فيه الحال. ملي كتشوف هذاك الانسان وصل، كتشوفه في التلفازه وكيضرب قدام، كتقول راه داك الميساج ديالك راه وصل، راه وصل هذاك بحال وصلتي نتايا. وهذه الفكره اللي كنطلب من بعض الفنانين سبحان الله، ما كيبغيو ينغلقوا وكيبغيو بالعكس. هذا فن ما خصوش يبقى محصور، الا عندي شي حاجه نعطيها لك وانت تعطيني، وهذا باش تمشي تبادل الافكار وتبادل الثقافه وتبادل الحرفه. ما خصكش والصنعه. ايوا الصنعه ما خصكش ديرها، ما خصكش تغلق عليها. غد حنا تابعين المتغدى، غادي تموت غادي دي معك هذاك الشيء ما غاديش يدي معك. ولكن الروبوت تيعطيتي لواحد الوليدات كي قلت لك انا دابا كنفرح، كنكون بارك مع وليداتي كنتفرج حتى كيبان شي واحد في الدراري اللي داز سميتو كنشط كنفرح بزاف بحال ديز انا والله العظيم. تبارك الله عليك وعلى هذه الروح ديالك هذه. وتبارك الله على انك تقول لك كيفاش غنسميها هذا الصبر ديالك، وما شاء الله عليك حار كيف ما كنقولوا، واخا حبستي الموسيقى درتي هذه درتي هذه درتي هذه غادي تبقى تبع المسار. وهذا شوفي وهذا نداء لجميع الشباب، يعني ما يبقاوش مكونسنترين على الموسيقى. لازم يدير واحد عطى الله البلاد ناس تبارك الله ما شاء الله. صحيح. بزاف الحوايج ندير بيرمي ندير هذه نخدم من دور، ما بقاش نتسنى غير الموسيقى. سنتي الموسيقى اييه كاين واحد الفتره زمنيه في العام راه كدوز مزوره، ولكن الموسيقى موسميه. شوفي يبقى بنادم يبتكر فيها ويخدم فيها، ولكن ما يديرهاش هي ديال المعاهد. ولكن دابا ماشي بحال شحال هذا العرس ولا حتى في الشتا حتى في دابا ما بقاش موسميه. دابا الموسيقى والمغنيين راه ولاو ضروري يعني في الزفاف وفي الحفالي وفي المناسبات. وكما قلتي خاصو يدير شي لعيبه فين يمشي اللي تكى عليها. فوالا ما يبقاش اللي من تسنى تيكون شي عرس ولا ما جاش هذا العرس نمشي نخدم كما قال هو طاكسي ولا كذا. بالاخص اللي عنده مسؤوليه وليدات وعنده وليدات كيقراو وعنده هذه تبقى تسنى تيجي السبت ولا تيجي واللي زايده من الخير واللي زايده من الخير وهذه راه كتبقى خضره فوق الطعام. بالنسبه للموسيقى راه نشاط، راه ماشي شي حاجه، هي نشاط. ملي كتبغي تنشاط وتنسي الهم وسميتو كتجي. ولكن راه تماره من طبيعة الناس ما كيعرفوش هذا الشيء. لا ما عرفتش انا قولوا لي التمارة اللي كدوزوا مثلا في بداياتكم فاش بديتوا كتشدوا الاعراس وكيفاش خاصك تربي ديك السميه ديالك وكيفاش تربي زعما السمعه ديالك والناس يثقوا فيك، بحيث العرس راه يوم يوم العمر كيف ما كيقولوا. يعني كتكون واحد المسؤوليه كبيره على العاتق ديالكم وفيها بزاف التماره وفيها بزاف ستريس وفيها بزاف. ما تعلمك شي انسان على شي حفل وراه واخا من هنا و15 يوم من دابا انت مشوكي كتبقى واش خصني ندير واش خصني نلبس واش خصني ندير وعاد الوقت تشوف شكون اللي جا معطل وكيطيح حد يتعطل ولا واحد العصا كيفاش شي حاجه ماشي هي هذه. وخاصك الا طلعتي لاصين لا خوابك شي حد ولا 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 ولا, ولا بزاف الحوايج. وعلاش كنقول لهم انا شي وراك وتعاود ثاني علاش كنقول للمجموعه ديالي جيو بكري قبل الوقت باش نتم غادينا بشويه، ربما توقع لك التلفزيون شي واحد يوقفك شي كذا شي واحد من الجمهور واش يقول لك بغيت تصور معاك اخويا تقول لي لا انا نقول لك تمالا ودافع علينا كبير. هنا هذا الانسان ما كيعرفش هاد الحوايج، ما عرفكش انت راه عندك مسؤوليه وكيتسناو فيك الناس. دوك الناس اللي كيتسناو كيقول لك حنا صافي درنا معاك اجي وصافي، ماشي شغلنا اللي بغى يحبسك ولا توقع لك. ايوا فيها شويه يعني نصحوا هاد المعلومه اللي قلتي الموسيقى سهله ونشاط وهذا، ولكن راه تماره صعيبه في نفس الوقت. راه صعيبه ماشي سهله، عازف ولا كيضرب اله ولا بندير ولا دربوكه ولا اللي كان راه ماشي سهله. شوف لي غير انت شي واحد في دارو يجلس وفاش بدا الموسيقى مثلا في هذا البرنامج يشد غير بندير يدير صينيه ويبقى شاد لو ريتم ويحاول ما يطيحش في داك الريتم وشوف شحال التماره غير في البندير، شوف شحال التماره غير في كمان، شحال التماره في الكره، شحال التماره ديال الموسيقى راها زوينه ولكن
الناس ما عارفينش راه فيها تمارة. دابا بزاف كيقول لك راه الخدمة ديالكم سهلة، كتبان لي كل نشاط، كتبان لي كل نشاط كلها بزاف. واخا يكون عندك اللي كان أي ظرف كان خاصك تضحك وتكون نشاط وتكون زوين. كأنك في مدرسة كتقرا صافي ومعك الاساتذه كيعلموك انت كتعذب باش تنجح في هذاك هذيك الموسيقى اللي سموك كتعذب مزيان. واخا كتنجح كيبقاو لي زيتاب ما حد كتصعي عذبوك وتولي كتعني بوكيتو خايف هاني فوت يطلع وديك الساعه ملي كيولي عندك اسم كتولي انت كتخاف غير كيفاش تحافظ عليه. اه ويا ربي تحافظ عليه، ويا ربي تحافظ عليه، ما سهلاش. ما توحشناش صوت الميلز بزاف. مرحبا مرحبا، عطينا شنو بغيتي تعطينا. يلا بسم الله شنو نديرو غادي ان شاء الله نقول واحد الاغنيه كتبغي كيبغيها مستور ديال هجرتيني يا الحبيبه نبكي ولا كندير. بكيت انا نهار مشيتي والنار في قلبي قدات وماس في قلبي الدقو من اللي قالوا تزوجات. الله قلبي انا ما صبر على بركه الله. Yeah.
قالوا لي يا حدا وراسك مطيب الحلال إلى شفوا المريرة وتكيتني تكفل على ناس الغبرة اش ديك التنخصيصه اللي في صوتك يا سلام اش ديك التنخصيصه اللي كت ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك انعاش الروح ما شاء الله على الفرقه الموسيقيه واحد واحد تبارك الله عليكم فنانين فنانين ما شاء الله عليكم انا فرحانه شكرا انا فرحانه وكنتمنى هاد الفرحه هادي يحسوا بها حتى المشاهدين ان شاء الله ونتمنى نشوفك بزاف ان شاء الله ونتمنى نشوف كذلك سيدي احمد ان شاء الله بغيت نشوفكم بزاف في الساحه يعني كاين واحد شويه ديال الله ان شاء الله تكون هذه انطلاقه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله علاش كنشوفوك غابر هذا نصيبنا الحمد لله الحمد لله نصيبنا هكا سي احمد واش تقصير منك ولا من الاعلام ولا من انا ولا عندك بلوكاج من شي بلاصه ولا الحمد لله الحمد لله دابا في الساحه موجودين كاينين طبعا طبعا انا كنتكلم على الوجود في يعني في الاعلام وفي ربما كاين واحد الاحتكار شويه ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع ولكن ملي سالتيني كاين واحد الاحتكار شويه في الاعلام حنا ما كيف قال لي قبيله السي مصطفى حنا ما عندناش مشكل ديال الماديات ولا سميتو باكثر ما عندنا هاد الفن هذا يوصل أما بخصوص المادية ولا هذه الإنسان عايش عايش الحياة الحمد لله وكل شارب ماشي خرج أوروبا خرج شاف كل شيء شاف جميع الحوايج ولكن اللي كيحفزك أنك تشوف بعد الدعم المعنوي ما كاينش نهائيا نهائيا وشنو السبب؟ ما بيني وبينك أختي ربما ما غتفهمش شنو كاين أنا نسول سي مصطفى واش عنده شي رأي شنو السبب؟ ويمكن السبب حتى حنا مقصرين شويه فيهم حنا ما كنمشيش هما حيت هما قالوا اللي بغانا خصو يجي يدق علينا حنا ديك دق علينا شويه كتجينا ما سيدي شوف انت النجوم خصهم يدقوا عليك لا انت لا سي احمد الله يحفظك لا واش حنا الجمهور ياك الجمهور حنا غنينا ليه وقبلنا هما خصهم يكونوا بحالهم بحال الجمهور يكون يسمع ويعرفنا راه حنا كاينين ويعيطوا لينا وهذا هو الهدف من هذا البرنامج نخليو الناس يستمعوا ويستمتعوا وتكونوا انتم معنا فرحانين ومرتاحين ونفسيتكم مرتاحه وهذا الجمال اللي كان نتقاسمه يوصل للمشاهدين ان شاء الله انا ما سخيتش والجمهور ما سخاش ونطلب منك كلمه اخيره سي مصطفى الميلس الكلمه الاخيره ديالي بعدا اولا كنشكركم انتم من هذا المنبر ديالكم شدا تي في رباب والحباب وهاد الحباب وكل الطاقم التقني ديال شهداء الفيلم الله يكبر بك وهذا شرف ليا وكنتمنى ان شاء الله نكون اعجبت الجمهور ويتذوقوا هاد الحلاوه ديال هاد الفن راه هو اللي كاين ولكن شي حاجه اخرى كاين مشكل غير ما ينساوش هاد الفن طبعا شكرا لكم تبارك الله عليك والشرف لينا شرف ليا سيدي احمد البيضاوي كيف قال السي مصطفى انا كنشكر هاد الطاقم التقني هذا اللي
اللي حقيقه كيف قلتي قبيله الانسان ملي كيشوف هذيك الصوره قدامه كيبان لي هذاك الشيء يمكن سهل، ولكن هاد الناس هذو كيتعبوا. الشكر لهم الخاص، الشكر لك انت بزاف. الله يكبر بيك المرحه حقيقه. الله يكبر بيك. كيفاش اصلا تركي فنانه الله يحفظك وينجيك. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى ان هاد السهره هذه تدخل عليكم بالصحه والعافيه وتقبلونا عندكم في ديوركم ومرحبا بكم. وطبعا ما يمكنش لينا نختموا هذه الحلقه بلا ما نغنيو. اشنو ندير؟ كي قلت لك رباب عندي واحد، هي ماشي عيطه ولكن واحد ارتجال في العيطه. كشكول كشكول حبيت نسميه بالبيضاويات. يا سلام. مرحبا مشاهدينا، ما سخيتش بكم، لكن تلقاو يوم السبت القادم ابتداء من الساعه 9 مساء في حباب رباب على قناه شادة تي في. خليكم مع البيضاويات.
الشر في الصبر لا تنسى في القلب واللي هو بنوع السعدي لا جمعت الله عشرة جمرة وعندو تسع عشرة جمرة ثلاثة صديق البحر ثلاثة رجل قصر ثلاثة صديق قبل الولي هو الولو عسيا براج اعتماو لا تبقى شي في العار عندي ثلاثة ضمان الأول في الضمان والثاني في الضمان والثالث في الضمان هو السيدي محمد وابن أسرة العلوية تمشي وتجي ايه يا من عبدي عيد سيدي دابا البرا ودابا البرا دابا البرا دابا نزيد خرا يا ولي بغيتي كان بيلس اخويا يجيني يا ورارا باب تبقى صحيحة ليا يا راكون واش بغا سيدي شغال كحل ايو قدسي تحران يا البستق ايو قدسي الشاوير انا تلقصق يقولوا واش يبغى سيدي Ah, 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 ah
مرحبا برابا حبابة رابة.